السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات جيتكم فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير معكم هذا الطاجين، هذا اللي كيجي بنين بزاف، كيجي واعر البنات. طاجين بالحوت كواري او السردين كواري مع الرز. ان شاء الله البنات تابعوني حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. وصراحه البنات كيجي بنين بزاف، وبقاو معايا ان شاء الله. المهم البنات هنايا عندي هاد السردين، هذا بعد ما نقيته حيدت له العظم هكا الداخل، غسلته مزيان، حيدت له كاع العظومه اللي فيها الداخل، داك السلسول كامل تحيد. غادي نطحنو هاد الطحانه هادي، غادي نطحن معاه شويه ديال الربيع، قزبرة ومعدنوس، او فص تاع الثومه او زوج على حسب الكميه ديال الحوت اللي غادي ديرو واللي كيعجبو الحار. انا غادي نطحن معاه حتى شويه ديال الحار، كيبقى اختياري. صافي غادي نطحن في هذه الماكينه، نطحن معاه هاد الاخر، وغادي ندير معاه حتى العطريه، الكمون والخرقوم والسكينجبير. هنايا درت الطاجين، درت فيه شويه ديال الزيت سخن، وانا عندي بصله محكوكه، بصله محكوكه، واحد زوج حبات الماطيشه، مهم ثلاثه ديال الحبات ديال الماطيشه محكوكين. غادي نديرهم في الطاجين، نخليه يتشحر شويه. هنا غادي نضيف عليها الربيع كما كتشوفوا، غادي نحك عليه واحد زوج فصوص ديال الثومه، وصافي غادي نضيف العطريه هنايا. هنا عندي الملحه، المهم ما كتروش، غادي نديروها، غادي عاد نديرو في الحوت. عندي واحد نص مغرف صغيره ديال الكمون، عندي الفلفله الكحله هكا، غادي ندير التحميره حتى هي. والخرقوم كذلك، واللي كيستعمل الملون الغذائي يديرو هو الزعفران. وفي الاخير غادي نضيف سكينجبير. صافي غادي نخلي هذا الشرموله طيب، غادي نغطي عليها شويه. غادي نخليها طيب، وغادي نمشيو نوجدو الروز والسردين. هنا هو السردين اللي طحنت مع الربيع والثومه، هذا هو. وهنايا عندي الروز مسلوق نص سلقه، يعني طايب غير نص طيبه كما كتشوفوا. هنايا الروز غادي نخلطو مع هاد السردين المطحون بهذا الشكل هكا. ما ديروش الرز اكثر من الحوت باش ما يتفتتش ليكم. وحتى هنايا غادي نضيف شويه ديال التوابل، غادي نضيف سكينجبير، والخرقوم الصفر او العود الصفر، غادي ندير التحميره كذلك، والملحه ما تنساوهاش، وما تكتروش الرز باش ما يتفتتش لكم.
الفورمولا ديالنا راه كطيب. غادي نضيف لها واحد المغرس ديال صوص الطوماط. صافي غادي نحركها بحال هكا. طلع ريحة الثومة البنات من زيتها. وصافي البنات هنايا غادي نبقاو نكورو الروز ديالنا على هذا الشكل بحال هكا. نديرهم كويرات بحال هكا ونحطو في الطاجين. كورو وحطو في الطاجين ولا كورو وحطو في شي حاجة حتى تسالي وفي الأخير حطوهم في الطاجين كما كتشوفو بحال هكا. كيجيو بنان البنات كيجيو واعرين. المهم غادي نتمر بنفس الطريقة بحال هكا حتى نسالي. هنا الخليط اللي عندي ديال السردين والروز. نبقاو نحطوهم وحده قدام وحده على هذا الشكل بحال هكا. وفي الاخير البنات غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء طايب. الكميه ديال الماء كتبقى على حسب الروز واش طايب واش طايب مزيان واش طايب نص طيبه. راكم عارفين الروز كيشرب الماء. انا عندي الروز فايت عنده الطياب شويه يعني قريب يطيب داكشي علاش ما غاديش نكثر. وتقدروا ديروا في الطنجره من غير الطاجين. اخيرا البنات هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما طاب. كيفاش كيجي؟ كيجي زوين بزاف، كيجي معلك، كيجي بنين الصراحه كما كتشوفوا كيشهي. المهم بعد ما طاب دات فوق وداك شويه تاع المعدنوس كما كتشوفوا وديك الفلفله الحاره راه طابت مع في الطاجين طابت مع الحوت. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. كنتمنى تشتركوا في القناه اللي ما مشاركاش مرحبا بها. ونتمنى تخليوا لي شي تعاليق زوينين وما تنساونيش باللايكات. ومرحبا بكم كاملين وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم. ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. ومع السلامه.